يشاهد اختيار المختلفين محاصرة من طرف عناصر الجرأة الذين يأخذون وضعيتهم. يتقدم المفاوض التابع للفرقة بمحاولة تناول المختلفين التراجع وتسليم الرأي. عدم نجاح المفاوض في اعلان المختلفين واشعار القياده بعدم نجاح التفاوض وطلب منكم التدخل. بعد اخذ الاذن يتراجع المفاوض ويعطي هذه الفرقه الامر في التدخل. مشاهد تبادل اطلاق النار بين العناصر والمختلفين بعد نفاذ تاخيرات المختلفين لجوء هؤلاء الساحة البيضاء من الأجل الكبير، لكن عناصر الفرقة بفضل تقنيات الدفاع الثلاثي قاموا بالسيطرة عليهم وتحرير الرهائن. سيف حالك وسدوا ويخلوا برا. سيف حالك سيف حالك سيف حالك سيف حالك. التصفيق والجس الوقائي أصلق أصلق مع تحرير الرهينة وينقل الموقوفون من أجل البحث معه. نطلق في المخ ترى الاستقرار شكراً لهذه الفرقة لهذه العملية. شكراً في هذا المواطن الذي يتكلم في هذه النقاط وراجي مواطن توقيفهم مع احكام السيطره عليهم. عمليه التصفيق والجس الوقائي للتجريد من اي اداه قد تشكل خطرا على الجنات وعلى العناصر الامنيه مع تذكيرهم بالحقوق القانونيه المشار اليها في الماده 66 من قانون المسطره الجنائيه. اللحظه تحضر سياره تابعه للامن الوطني. هذه السيارة المجهزة بآلة رادمة مهمتها بالأساس تنقيب الأشخاص المشكوك في أمرهم للتأكد من الوضعية الدولية القانونية لهم. مهمة هذه السيارة تعمل بالأساس في الشارع العام وتعمل على التنقيب الفوري والآلي في نفس الوقت. كذلك في إطار ومساعدة العناصر الأمنية على الخصوص في السدود الإدارية والقضائية. يتم عملية التنظيف على متن هذه السيارة. يتقدم التحية للتعرف على الزونات وعلى المسروق الذي تم ضبطه من طرف العناصر الأمنية واقتياد الزونات إلى المصلحة لتحكي معهم حسن. تقنية من التقنيات التي يستعملها عناصر الفرقة الجوية للتدخل، إحكام السيطرة، التصفيق، الجس الوقائي للتجريد من أي أداة، والتي يمكن تشكل خطرا على
هات سيف إحكام السيطرة بفضل التقنية المتصلة من تقنيات الدفاع الذاتي تأتي عملية التسليط. أرنتك الجس الوقائي وهي مراحل متسلسلة تعمل العناصر الأمنية في اتباعها في تدخلاتها في الشارع العام. تدخل من أجل إيقاف شخص حامل السلاح. تتم السيطرة وتجريد المعني بالسلاح المستخدم في الجريمة. التصفير ثم الجس أن يتحوز الجاني إضافة إلى مسدس الناري.